وكاين الكتابي وكاين الشفوي. عندنا ثلاثه ديال المراحل فين غادي نديروا الغربله وغادي نقي وغادي ناخذوا حنا نشوفوا النتيجه عاد نحكموا. لا ملي كتقول لنا الاستاذ غادي يجيونا اصحاب صوابق وعد ليا وكذا هذيك انا لا اتكلم عن الاشخاص، انا اتكلم عن المبدا. دوزوا الليالي يسهروا باش انهم شافوا هذيك الامور وفلاوها وما تظلم حتى حد ودوز. واضح استاذ حمدوني. استاذ قديمي اين التحفظ من حيث المبدا؟ كيف هو التحفظ؟ انا احنا نتكلم عن المبدا، عن المبدا. اعطيوني دقيقتين نعطي فيها فكرتين. المبدا دوله في كاليبر ديال المغرب اللي مشى بعيد ونرجعوا فيها 40 سنه الشهود ونرجعوا فيه 40 سنه اخر اللي دار معهم استجواب. راه كاين عدد كبير من المرشدين. انا ما تنهضرش على الاشخاص، هذا راه اول امتحان. اول امتحان ملفو اللي فيه الشفافيه استاذ حمدوني وفيه طريقه الهمج. واش غدا غادي نديروا امتحان باش تحشوا؟ الله يخليك، الله يخليك استاذ حمدوني. استاذ حمدوني قبلوا الدوله باش اطباء. كتكلم لي على طبيب؟ اطباء ما كاينش مهنه مقننه. اعطيني طبيب. كاين شي طبيب اللي لقيتيه من اول جاب الادماج وبالتدرج؟ ما كاينش شي طبيب جا كله بالدراسه. واش الناس اللي تيعرفوا واش الناس اللي تيكونوا في كبيره داز بهذه الطريقه وبقل من الطريقه ونجيو دابا نقول لا انا كيخص يكون الحصر؟ لا وحنا درناه لان هذا السؤال. استاذ حمدوني استاذ حمدوني غناخذوا العدد اللي غادي يليق لنا في الجهات اللي هي نائيه وما فيهاش. غناخذوا العدد اللي هو مفيد. المجال لك استاذ قديم. اتكلم عن العدد. العدد الله يخليك استاذ حمدوني. حتى النقاش بناء ونتقدم فيه استاذ محمد. استاذ محمد انا العدد نهضروا فيه لو الوزاره شركاتنا من الاول مشاركه. وخلينا نتيح له دقيقه خاصه استاذ انا راه حمدوني اللي راه المشاركه اللي راه كان في الجامعه في 2012 لان كاين الراي العام كيشوف وكيسمع باننا ما شاركناكمش. هذا الامر خصني نوضحه بوضوح. هو يقولها بعظمه لسان، يقول بانكم اقصيتم. خليني نتكلم. والناس اللي شاركوا اجتمعناك شحال مره وضحنا شحال مره واستقبلكم السيد الوزير شفاهيا والنتيجه قررتوا واستقبلك السيد الوزير وتصورتوا معاه وقبلتوا انكم هذا وفي الاخر واذا بنا نفاجئ. بماذا قبلوا عفوا؟ قبلوا بجميع الاحتجاج التزامات اللي عطانا السيد الوزير. سمعت عطانا السيد الوزير تعليمات صارمه قدام هاد الاخوان ديالنا. قبل الاستاذ كان حاضرا؟ اسمعني، هل كان حاضرا امام السيد الوزير؟ اول ما اتفقنا عليه البيان المشترك ها هو صدر، ها هو النسخه ديالو. علاش حنا حطينا لكم؟ لا ما صدرناش، حطينا لكم الابداع. استاذ حمدوني وكاني بك يعني شريك في هذا المشروع وشريك في هذا القانون وشريك في كل هذا المشروع من اجل ادماج هذا الفئه واليوم تتبرع. شريك تارك شيء. تفضل. عفوا استاذ حمدوني. استاذ حمدوني عفوا كبيرة استاذ حمدوني. لا يمكن ان تستحوذ على الكلام كله استاذ حمدوني. عفوا لا ما استغلتهاش ابدا. قلتنا احنا بحال دابا كنا درتي احنا تفلتنا وانتم استغليتوها. لا ما استغليتوش الكلام. تفضل. اعطيني كلمه استاذ حمدوني. استاذ حمدوني نحن لا نتقدم في هذا النقاش. استاذ حمدوني عفوا لا نتقدم في هذا النقاش. نتقدم في هذا النقاش ويكون بناء. ما كاينش شي قيمه لبعضنا المجال لنتحدث ونسمع بعضنا البعض. تفضل. الو ما كاينش شي قيمه اللي حنايا في قيمه دوله المغرب اللي كنحلموا به الان. وقفت 500 مرشد 500 مهني في احتجاج يوم 29 ولا من مصغي.